صح؟ عملها تشمل عبودة؟ صف الفرج اللي ماسك العمارة هنا سعادتك، والساعة 6 صباحا قمنا مع صوت الضربة، كانت جامدة جدا. طلعنا لقينا الصياد كافي شوب جنبينا محروق كله، اللي جوه جوه واللي بره بره، اللي جوه اكتر من 16 نفر بنات مع صبيان اللي هم شغالين مع الزباين، واللي بره بره. اما من ناحيه اللي جوه كلهم طالعين عنك يا رب متفحمين يعني، خلاص كده يعتبر خلصوا. طلعناهم من جوه 8 9 رجاله و6 بنات. اسرع حاجه البوليس والاسعاف جم، اول حاجه يجوا بسرعه. هما 3 عيال جم امبارح بالليل على مكنه ريس كده، كانوا عايزين باين ينزلوا من الكاميرات، ما رضوش ينزلوهم باين عيال شوبر. هو الصبح الساعه 7 الا ربع كده او 6 ونص رمى ازايز مولوتوف، نزل كده وكان واقف عادي يعني، رمى الازايز ومشي. عدد اللي كان جوه تقريبا قد ايه؟ بتاع 15 واحد او 16، منهم اللي كان بره هنا جري، والباقي اللي كان جوه هنا دخل على جوه فخر المحل. لما النار بقت عاليه هنا دخلوا جوه، النار قعدت بتاع ساعتين طول. Thank you.